سر الدايت الناجح هو نفس سر الزواج الناجح، انك تصك حلجك وتعاني بصمت. انها المره الاولى التي اصور فيها في الويك اند، لكن في بعض الاحداث والمجريات يجب ان نتحدث فيها، خاصه اللي صار بالمستشفى امس. في البدايه خلينا نتكلم عن موضوع، وهو موضوع كبار السن وشعورهم بالعجز واستسلامهم حق الامراض، وانه خلاص يعني مجريات الحياه، وان انا خلاص ابي اموت. وهذا موضوع يعني احنا ساهمنا فيه، يعني على سبيل المثال احنا المراه الكبيره بالسن ناتيها العجوز، والعجوز من العجز، انك انت عاجزه من توصل المراه حق عمر معين على طول، وي خلاص كبرت راحت عليها، وي ها تعرفت عسى ما تندست شوي بظهرها، وي ايش فيك بسم الله عليك ايش فيك نساعدك نساعدك، يحسسونها دائما بالعجز لفظيا وسلوكيا. فاي صارت المراه وايضا الرجل الكبير بالسن ما يقدرون يعبرون عن نفسهم، ما يقدرون يعبرون عن المشاعر اللي هم قاعد يحسون فيها، لان دائما خلاص انت كبرتي سن اليأس يعني ان شاء الله والله الى جانب ان المجتمع زين يعني يساهم انه هو يخلي المرأة في احد المراحل العمرية تحس انها خلاص راحت عليها. ما تشوفونهم نايمين بعادات التجميل، تنام بعادات التجميل اكثر من بيتها ومع ريلها. المهم زين يقعد واحد ريلها ولا اي واحد من بطح بالصالة مفوشح الريل كذي رافعها، وهني في قطيعة اسود بينهم وريحة تطلع قطع زين كبرتي وما ادري شنو، لازم اجدد الدماء، لازم اشوف لي واحدة جديدة، وهو معرفط خايس شكله يعني كنا معجول اسنان لما يخلص زين. لا هذا التنمر، عيب خالد تترفعين عن السوالف. المهم زين ويحسون نفسهم الريايل عندنا انهم اخر حبة، يروح يتشرط ابيها ضعيفه ابيها ما ادري شنو ابيها ما تلملم تخونك بعينك. ماذا سينقصنا اذا احنا عززنا شعور الثقه بالنفس عند الانسان وقبول جميع المراحل العمريه اللي يمر فيها؟ يعني ما يصير انتم الفاظكم كلها سم، ايش حق لابسه احمر انت ياهل انت ياهل، ايش لابسه ازرق انت ما تستعين على وجهك انت ترى عود انت عيوز انت عيوز، لبسي اسود يبتي لبسي شيء يبلش قامه الاكتئاب الياس، يعززون شعور الياس والقمته والاكتئاب والخنقه والضيم عند البني ادم بس عشان المرحله العمريه. والريال تلاقيه يهز بتايلند ها عادي، لان يعني ريال عادي يعني في حي، بس المرة لا، انت مره جيت الحي خلصنا محاضره المسخره اللي انا سويتها توه، والحين نيجي حق الحدث اللي صار امس. يعني فوق ما عند المستشفى كانها مقبره جماعيه من لوعه الكبد، المستشفى ضيم كئيب، يجيب الخنقه يجيب القامت، اتوقع حتى الفيران ماسكنوا فيه مو مستواهم يعني انا فارس كنت هني وين قاعدين كذي كان الوضع. الدشون يعني بعض الدكاتره الله يهديهم كنا يقول لك انت ايش حق المرض كان مت بيتكم ايش حق جايين الله يهداك خلاص موت، يعني كذي التعامل بعض الدكاتره وليس كل الدكاتره. يعني استشهد يقولون استشهد، المهم انه يعني النيرسات اللي هناك والنيرسين الهنود والله يهبلون، تعاملهم يهبل ويعاملون المريض كنا بيبي عاد وعيون، يهبلون شحالاتهم حتى بعض المصريات والمصريين والمصريون. المهم وبعض الكويتيين يبا خلاص كلهم بس فكوني الحين يردحون لي عنصريه. المهم خل اقول لكم الحين صار لي امس. المهم دخلت المستشفى كنا حمام عمومي وقعدت ابتسم شيء انشر الطاقه الايجابيه حق الناس انه يعني ان شاء الله يعني الله يشافيهم وكذي، والناس طلعني انه ترنتي مسخره على فكره يعني ما في شيء يضحك. المهم كان اسال احد المره وين مركزك، شاي يقول لي تفضلي يا اختي هناك، قلت له انا ماني اختك، قل لي حبيبتي. المهم غارت مرته. المهم وانا قاعد امشي فجاه شيء حر رطوبه جاتني ما ادري من وين، فجاه الليت هني مشتغل هني ليت طافي، في شيء غريب في تركيبه غلط. المهم كان اوصل عناية مركزة كان اقول حق الريال اني انا بديش كذي، جزاه الله خير نسيت اشحلاتها، اعطاني هذه العبايه الصفر حق عشان ما تنقل الامراض والبكتيريا، وهذه القبعه لبستها كني هود حسين بشارع الهرم ليفنيطيس. ودخلت انا كان الاقي وحده جزاه الله خير قاعده نيرسه ما شنو شغلتها بس لابسه ابيض، كان اقول جزاك الله خير ابي فلان الفلانيه، فطلعتني بنظره انه يعني ترى ما لي خلقتش ترى قطيع انت ترى عله شي، طلعتني بهالنظره كان تأشر لي هناك، يعني حتى ما قالت لي أي صوب، يعني كانت تقول أنا ترى مو خدامة أبوك روحي طصي هناك دوري طحضج. المهم مشيت لويا المكان لويا
ملف طايح هني، هني ناس تصارخ، البرده الله يرحمك ابو خالد كنت البسها حق ابو خالد قبل. المهم فدشيت انا هناك، يا ربي المكان يقمت، المكان يقمت يا جماعه. ترى نفسيه المريض يعني اوكي اجهزه وحاله والدنيا، بس هم المريض محتاج انه تتعدل نفسيته. انا صاحيه مرضت، انا حسيت والله يعني والله. دخلت عندي ديدة مسكينة عسى ربي يشافيها إن شاء الله ويعافيها يعني، ومشكورين على دعائكم ما قصرتوا. فجأة كانت دش علي نفس الأخت تخسر لي من يلا طصي نبي نغير لها يعني. قلت لها يعني موضوع مو طردة يعني، خلي أسلم عليها أبوسها. فطلعتني إنه يعني خلصينا عاد الحين البوسة الملكية، عاد الحين بوسة الأميرة النائمة، يلا طصي كذي كذي. المهم ها شهادة يلا تم نفسك ترش معطر شنو يعني، ريحتي خايسة انت، انت الخايس. المهم طلعت والله العظيم اقسم بالله يا جماعة يعني غير الحالة مالت يدتي الله يشافيها، انه يعني انا حزنت على الوضع الصحي السيء. يعني حزنت على المرضى الموجودين هناك، البيئة اللي هناك غير مساعدة ان المريض يتحمس انه يتعالج، انه يقول والله في شيء في الحياه يسوى ان انا اتعالج واقوم. اجواء الاتموسفير مالت المستشفى كنا تقول حق المريض خلاص انت عاجز يعني، انت تشتهي بالدنيا خلاص موت موت والله. يعني طاقه المكان كذي. يجب يا جماعه ان احنا نؤمن حق المرضى وخاصه كبار السن البيئه الملائمه، ان نحببه بالحياة، نعزز عنده الشعور انه هو يعني يشوف الجمال في الحياة والله. وتخيلوا في الوضع النفسي السيء اللي انا كنت فيه من امس، واحد داز لي بالدارك تش دعوة دزي صورك، سبيته سب يعني والله يعني مخترع السب ما فكر بالسب اللي انا سبيته، لانه والله يعني والله. واليوم رايحين السينما عشان نغير جو، طبعا فيلم تافه بس والله يعني زين. واحنا داشين ولا واحدة مع ريلها، ريلها شي طالع ابتسم ويمكن عارفني ولا شيء يعني، فهي ما عجبها غارت كانت تروح التخسر شي سوت لك كذي، كان شي توقف وتخزني ان ترى هذا مالي، انا ابوك انت ومالك من زينة يبا حطي له هذه مثل العصابات هذه السوداء خلي يغض بسرعه على بسرعه البط ان شاء الله. دشينا الفيلم ولا قاعدين صابنا، قاعدين صابنا بالفيلم، عرف في اسمنه ولا عرف في اسمنه، والفيلم تافه لو على الكبد يا جماعة، فيلم بيومي فؤاد تافه 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 فوق الماية كذي شفت قطعت قطع هاي الخايسة كذي الفيلم بس ضحكنا. أبي واحدة ثولة تيجي تقول لي ضعفي مو حلو عليك المتن، ترى ما زاد نصيبي لما متنت يعني، إن شاء الله ما يمتن حظك طح حظك.